السلام عليكم شباب، رجعنا لكم بفيديو جديد. هالمرة عندنا هذا الجهاز الاول ان وان اللي تشوفوه امامكم من شركة اتش بي، طبعا الموديل مالت الزي 1 او زيت 1 جي 3. طبعا الجهاز مشكلته انه الشاشة مالته مكسرة. هسه شغلت الجهاز، راح يفتح وشوفوا الشاشة وياي. مثل ما تشوفون الشاشة مالته مكسرة بشكل كامل. طبعا القطعة او الشاشة مالته، هذا الجهاز الشاشة مالته موجودة بتركيا، فطلبناها من هولندا ووصلت الشاشة. هاي الطلبية مالته مثل ما تشوفون امامكم. راح نقوم ان شاء الله بهذا الفيديو باستبدال الشاشة مال هذا الجهاز، فخليكم متابعين. اول خطوة خلينا نقوم بها اخوان هو انتزاع الكيبل. هذا كيبل بور انتزعناه. ارفع الجهاز بهذا الشكل. هنا طبعا عندنا هذا الفقاس اللي تشوفوه هنا، طبعا مع الدوس بهذا الشكل راح نقدر ننتزع الشاشة ونفصلها عن القاعدة بهذا الشكل كخطوة أولى. طبعا اللي ما شاف هاي القطعة، هاي القطعة اللي تنداس، تدوسها بهذا الشكل راح تفصل الشاشة بهذا الشكل. الخطوة الثانية طبعا نجي نضغط على هذا الزر ونفتح الغطاء الخلفي بهذا الشكل. طبعا راح نحتاج نفصل كل القطع اللي موجودة على هذا الجهاز حتى نصل للشاشة ونقوم باستبدالها. فخلينا نجيب طبعا مفك براغي مناسب، خليكم متابعين. طبعا جبت بعض الأدوات اللي ممكن أحتاجها مثل ما تشوفون مفكات و هاي القطع كلها جبتها. خلينا نشوف المفكات المناسبة يا هو اللي راح ترهم عندنا مع هذا الجهاز. طبعا مو هذا، هذا بدأ يفتح وياي. فكينا البراغي او فكينا البراغي العلوية، انتزعنا هذا الجزء مثل ما تشوفون مثبت ببراغي اثنين. بعدها خلينا نجي نفتح هذا الجزء. وحررنا هذا الجزء ايضا. حررنا الجزء اللي على اليمين هذا. حرر معانا هذا الجزء مثل ما تشوفون. عندنا هنا أربع أجزاء مثبتة هذا القسم، يعني أربع براغي. قمنا بتفكيكهم لأربع براغي، واحد من هنا، واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا. فكيناهم، ارتفع ويانا هذا الجزء. هذا الباور سبلاي اتحرر مثل ما واضح أمامكم، راح نقوم بانتزاعه. هذا الباور سبلاي. طيب بس نجي خلينا نرفع مجموعة التبريد، نظام التبريد بشكل كامل. نبدأ بفك الفانات. نحتاج مفك مغاير للملف، المفك اللي اشتغلنا به بالبداية. خلينا نجيب مفك مناسب.
حررنا مجموعة التبريد الأولى وهاي الثانية مثل ما تشوفون، ناخذهم على جنب. هاي الفانات تم تحريرها أيضا. SSD 512. خلينا نفتح المذر بورد. جاني زباين. هاي البورد امامكم، ناخذه على طرف وليكن هنا. يا شباب نكمل مسيرة تفكيك الجهاز. طبعا خلينا ننتزع هذا الانتين اللي موجود هنا، او يمكن ما راح يعيقنا بشي لو خليه محلول هذا. خليناه محلول ما راح يعيقنا. هسه بعد ما انتزعنا المذر بورد اخوان، خلينا نجي نفكك هذا الجسم الحديدي اللي ماسك الشاشة. خلينا نجي نفكه بشكل كامل. بسم الله. بالضبط اخوان، بعد تفكيك البراغي راح نقدر ننتزع هذا الجزء، ولكن خلينا نجيب ملقط وننتزع هذه الفيشة لهنا او هذا السوكت. خلينا نجيب ملقط. فككنا هذا الجزء يعني الجزء الحديدي الحماية، ناخذه على جنب ايضا. حاليا اعتقد الشاشة راح نقدر نرفعها من مكانها. وهاي الشاشة المكسورة مثل ما تشوفون، طقنا رفعناها وطقنا نرفعها من محلها. ناخذ هذا الإطار على جنب، ناخذ الإطار على جنب وراح نشوف شنو نحتاجه من هاي الشاشة. اعتقد راح نحتاج نحول هاي المساكات اللي بالصفحة، راح نحتاج نحل هاي الدعامات ونحطها على الشاشة الجديدة. فخلينا نجي هسه نفكك او نفتح الشاشة اللي وصلتنا بالطلبية. هاي الشاشة جديدة. ناخذ هذا التغليف على جنب. بالضبط مثل ما توقعت اخوان، محتاجين نفكك هاي الدعامات ونثبتها بالاطراف. هاي الدعامة هنا وهاي الدعامة هنا. ناخذ الفلاتة مثل ما تشوفون، الفلاتة مال الشاشة ناخذها نحولها على الشاشة الجديدة بهذا الشكل.
نفكك الدعامات الجانبية حتى ننقلهم على الشاشة الجديدة. هاي الشاشة المكسورة ما ظلنا نشتغل بيها. طبعا الحماية اللي على الشاشة نقدر ننتزعها بعدين، فراح ابقيها حتى نضمن عدم تسلخها او تعرضها للخدوش. هسه نبدأ العملية العكسية. اول فقرة راح ناخذ هذا الجزء اللي اخر واحد فككناه، او عذرا ارجو المعذرة. الحين نجي نقعد هذا الجزء داخل الجزء البلاستيكي هذا داخل الإطار. هاي أول مرحلة، نقعد هذا الجزء داخل هذا. هاي أول خطوة بعملية التركيب. بعدين نجي ناخذ الجزء العازل أو الشيلد أو القطعة المثبتة مع مراعاة استخراج فلاتة الشاشة من هذا النقب أو هذا الفتح اللي هنا بهذا الشكل، وقاعدة محلها بهذا الشكل. طبعا نحتاج نرجع أيضا هذه الفلاتة محلها هنا. زين، نجي خلينا نشد البراغي خاصة بالتثبيت. هسه الخطوة الأولى بعد تجميع الشلد، نجيب المذر بورد ونرجع محله. المذر بورد ماخذيه على هالطرف، هنجيبه ونركبه محله. حتى نفرق بين البراغي اللي كانت على الكفر او على يعني على المذر بورد وعلى مجموعه التبريد، لازم خلينا نركب مجموعه التبريد. Gracias.
اكو مثل عند اخواننا الاتراك يقولون الاسطى الجيد او الخبير الجيد يطلع براغي زايده من الحاجه اللي يفتحها. نحن ما طلعنا براغي زايده، نفس البراغي اللي فتحناهم رجعناهم بالتمام والكمال. ف تقريبا خلصنا، باقي عندنا خطوات اخيره وهي ارجاع هذا القفص الى محله طبعا بهذا الشكل. وأخيرا الستاند الخاص بالجهاز. راح نرفع، بسم الله، خلي نشوف النتيجة سوية. نربط كابل الباور، وين خلينا كابل الباور هياته. الصورة كيفها؟ طالعة كاملة؟ طالعة كاملة، نعم. شغلنا الجهاز حتى نشوفكم النتيجة النهائية. مثل ما تشوفون الجهاز عرض صورة قدامكم بدون أي مشاكل، ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. كون وياكم سيف قدامي مكان قدامي تيك. في أمان الله. 8'de akşamın şimdi sahibim bunu hazırladı ve ekranım jiletini kapattı. Elhamdülillah. Saat 11'den belli uğraşıyor. Allah razı olsun babama. Dostum benim ya. Vallahi billahi.